مصر مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور جديد للبلاد. والعشرات من أفراد الشرطة المصرية يغلقون بوابتي معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني احتجاجا على استمرار اختطاف زملائهم الجنود السبعة. تصحيح المسار أو العودة إلى الميدان أو خلع الإخوان، بين هذه الخيارات الثلاثة وضع الشعب المصري حكومة الإخوان، وتحت هذه الشعارات الثلاثة خرجت المظاهرات المعارضة لنظام الإخوان المسلمين في العديد من المحافظات المصرية بمشاركة عدد من الأحزاب والشخصيات الحزبية. ففي العاصمة المصرية القاهرة انطلقت المظاهرات المتجهة إلى ميدان التحرير، وفي مدينة الإسكندرية خرجت المظاهرات أمام المقر الإداري لجماعة الإخوان المسلمين. وفي السويس والإسماعيلية نظم عدد كبير من النشطاء السياسيين من مختلف الأحزاب والحركات الثورية وقفة احتجاجية بميدان الأربعين وشاطئ القنا. ومن ناحية أخرى شهد محيط قصر الاتحادية ووزارة الداخلية حالة من التعزيزات الأمنية المكثفة. وبينما كانت أصوات المتظاهرين تهز أرجاء الميدان، كانت حناجر قوات الأمن في سيناء تصدح احتجاجا على استمرار اختطاف زملائهم الجنود السبعة وتراخي الأجهزة الأمنية في عملية الإفراج عنهم، مغلقين ميناء رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين، مهددين باستمرار إغلاق المعبر ومنع دخول أو خروج أي أفراد أو جماعات حتى الإفراج عن زملائهم المجندين المجندين السبعة الذين يعمل أربعة منهم في هيئة الموانئ واختطفتهم مجموعة مسلحة في سيناء. إلى العراق.